الشيخ إذا مثلا انتهت أيام التشريق الثلاثة وما ذبح هذا التمتع ايش حكمه؟ كالذي يقدم صدقة الفطر قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالذي يقدمها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، والذي يقدمها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حجه مقبول أم هو متمتع؟ حجه مقبول لكنه آثم بسبب إهماله لحكم الله عز وجل وما استيسر من الهدي. طيب الشيخ، هو كان مسافر وأفطر 5 أيام في السفر، فلما صار متمتع يصير يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهل يؤخر القضاء رمضان إلى بعد هذا الصيام؟ يعني عليه قضاء 5 أيام رمضان وعليه 7 أيام إذا رجع، لا يقدم ما عليه من رمضان لأنه آكل. طيب ويؤخر هذه السبعة في بلده؟ السبعة ما هي موقتة بأيام محدودة. 3 أيام اللي في الحج، 3 أيام في الحج لابد منها في الحج كما قال. هنا نعم أيام التشريق. على ما في تأخيرك من مضرة لك لكن ترى في فائدة لنا، نسأل الله أن يثيبك على ما أنت عليه وعشان تأخذوا شيئا وهو خير لكم. الله يبارك فيكم يا الله.